دعا المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبيرغ خلال إحاطته في جلسة مجلس الأمن للأطراف اليمنية لمواصلة ضبط النفس والابتعاد عن التصعيد، كما دعا المبعوث الأممي لاتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف آثار الصراع على المدنيين في اليمن. وأشار جروندبيرغ إلى أن هناك حراك دبلوماسي مكثف خلال هذه الفترة لإنهاء الحرب في اليمن، وأجرى مناقشات مثمرة مع رئيس المجلس الرئاسي العليمي وكذلك مع الشركاء الإقليميين والدوليين في الرياض ومسقط، معربا عن أمله أن يتمكن من البناء على هذه المناقشات لضمان أن يتيح عام 2023 مستقبلا أكثر سلاما وازدهارا لرجال ونساء اليمن.